هذا البيسي للسلهوب. سلهوب تمريره بينيه باتجاه العابد، الوانتو لا تمر، العابد يلعب كره لكنها بعيده جدا. مثل هذه الكرات لا يفترض على العابد ان يكررها كثيرا عندما يلعب مباريات واستحقاقات كبيره حقيقه، بالذات على الصعيد الاسيوي. كره بعيده بعيده وركله مرمى للسيتي. تغيير اتجاه اللاعب على اليسار، فريق المان سيتي يحاول الان على الجبهه اليسرى ومحاوله مرور الفرصه السانحه والكره العرضيه باتجاه القائم الثاني، خطيره للسيتي وراسيه لكنها تمر بمحاذاه القائم. فرصه كانت سانحه للسيتي. نعم لاعبين قادمين ليسوا حتى في الفريق الاول ولكنهم من اكاديميه النادي ومن لاعبين الصغار السن اللي عندهم فرصه ليقدموا شيء. في الغنام الى السلهوب، سلهوب الى العابد، مرت الوانتو سليمه لكن التغطيه تعود السلهوب مره اخرى، يلعب هيل العابد، مرور جميل وكره جميله من زافيتش، يلعب كره بالخطة السلام للسلهوب. بعض الاخطاء الفرديه تصل كره عند نواف العابد نفسه مره اخرى، يلعب كره باتجاه جاري خطيره جدا وكره مره اخرى وتصدي رائع، خطيره هلاليه مره اخرى. السيتي يعاني على مستوى الدفاع، الاسماء التي دخلت بالذات على مستوى ظهيري الجنب ومحور الارتكاز تجد بعض الصعوبات اليوم. كره ممتازه بالجري، تصدي بالجانب، كان بادوار جيده في مباراه اليوم. كره من جانب السلوب الى نواف العابد، العابد يلعب كره عرضيه خطيره لكن كولاتوري يتدخل يستعيدها مره اخرى. القرني يلعب كره عرضيه باتجاه الغنام وسافيتش، تحضير بالراس خطيره والفرصه لكن جاءت فوق المرمى. اوه الجاني مرة أخرى، كان بإمكانه تسجيل ثاني أهداف الهلال. لاحظ اللقطة مرة أخرى، يا الله على كرة كان بالإمكان، لكن التغطية مثالية من جانب السهراني، ممتازة من العابد، تعود الجاني الوتو سليم مع السلوب انطلاقا محاولة مرتدة. الجاني يحاول مرور فهد أمام أكثر من لاعب، ينقص الكثير من الخبرة السلوبية. الجاني مرة أخرى تحرك الآن وفرصة متاحة، تمريرة بينية لكنها بعيدة جدا وأقرب للحارس نيلسون.